السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا الجديدة صوت الملعب، هتلاقوا اللينك تحت الفيديو. سعدني اشتراك حضراتكم. يعني تعالوا ناخد بعض التعليقات على اللي بيحصل والاجواء اللي بتحصل. اولا انا عايز اسال سؤال، فين مرتضى منصور يا جماعه؟ حد الشيخ مرتضى منصور؟ مرتضى منصور مختفي مريض مثلا ولا حاجه؟ في حاجه يعني مختفي عن الساحه؟ يعني ما كانش بتلاقيه بيطلع في الاذاعه، تلاقيه بيطلع في التلفزيون، تلاقيه يطلع في الجرايد، تلاقيه يطلع من كل مكان. يعني عنده قناه على اليوتيوب، عنده صفحه الزمالك، عنده اي كل حاجات كتير يعني ممكن يطلع منها يطل كده يقول لنا اي حاجه يطمنا عليه. يعني الراجل مختفي، ومش هو بس، خالد الغندور كمان بيعمل لايفات وهو بيلعب كوره، لايف وهو بيلعب كوره، لكن ما بيجيبش اي سيره عن القصه دي. مش انتوا يا جماعه اللي بتتكلموا باسم نادي الزمالك في البرامج؟ ما تطلعوا تردوا يا جماعه، اللي كنتوا هارين الناس شتيمه تطلعوا تردوا، اعملوا اي حاجه، قولوا اي حاجه. طب حتى على الفيسبوك، على تويتر، اي حاجه. الناس اللي كانوا موجودين دول في قناه نادي الزمالك او برنامج نادي الزمالك، يعني الناس اللي موجودين بالكامل، ما سمعتش حد اتكلم يعني في القصه دي. اللي اتكلموا هم اللي كانوا بيتشتموا منهم، يعني واحد زي حازم امام رد على تركي آل الشيخ، واحد زي مين تاني امبارح، تامر عبد الحميد رد. يعني فين بقى الناس اللي هم بيشتغلوا وبيقعدوا يقول لك احنا بندافع عن كيان نادي؟ فين هم؟ احرار جماهير الزمالك تحاسبهم بقى. المهم تعالوا نشوف الاول عبد الناصر زيدان قال ايه على موضوع اللي حصل امبارح وعلق ازاي. عبد الناصر زيدان قال لك على بص اللي كتبه تركي آل الشيخ بتاع البليله من عند الشحات. قال لك تركي آل الشيخ يكتب بوست ناري والناس تسال عن اسم الشحات. الناس عايزه تعرف اسم الشحات ده مين، اسمه ايه؟ طب قول لنا مين هو الشحات. يعني الناس عايزه تعرف، يعني كل يبحث، ابحثوا، واللي هيكسب له جايزه هياخد له شيلن. شيلن ما عادش فيه شيلينات، هياخد له شيلن. والناس تسال عن اسم الشحات، وانا اقول انه مرمطه من وانا اقول انها مرمطه من نوع جديد لبهلول العبيط ابو الصائط ده، ونشر البوست بتاع تركي آل الشيخ. وعلق برضه عبد الناصر زيدان وقال انا ضد اهانه اي نادي مهما كان، بس قبل ما تزعل ارجوك لا تدخل طرف في الموضوع يا زملكاوي، لانك كبير وكيانك عظيم. كلم جماهير نادي الزمالك، ما تخشش طرف، القصه ما تخصكش. اتفرج على فضايح اللي باعوا النادي بالرخيص وسبوا كل رموزه دون رحمه ولوثوا تاريخ النادي بلا شفقه. ضم صوتك لصوتي وقول لكل العالم افضحوهم، ولكن النادي لا، وخلونا نتفرج مع بعض على كل اللي كانوا عاملين ابطال وملهمين ومفهمين الناس بانهم الدرع والسيف. واسال معايا هم بتوع السبوبه والمنظومه الاعلاميه اللي كانوا بيقبضوا ملايين عشان يسبوا كل شريف وعفيف ومحترم، راحوا فين؟ ده كان رد عبد الناصر زيدان على اللي بيحصل. احمد عيد بقى، شفنا امبارح تركي آل الشيخ في اللايف اللي عمله مع مصطفى البنا، نشر الفيديو واتكلم في نهايه الفيديو بيسأل مصطفى البنا هو احمد مين احمد عيد ده؟ فقال له واحد كان بيلعب في حرس الحدود والزمالك يعني، فقال له هو يقرب لسما المصري؟ اصله نفسه اسلوبها كده وبتاع. احمد عيد عبد الملك دلوقتي اللي بيدافع باستماتة عن الكلام اللي او بيهاجم تركي آل الشيخ باستماتة بسبب البليلة وبسبب الشحات، ومن قبلها من وقت الصلح، محاولة صلح تركي آل الشيخ مع النادي الاهلي بيهاجمه، كان له حكايات وروايات مع النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، واوصاف بيوصف تركي بانه نسر الخليج. احمد عيد عبد الملك كان بيوصف تركي آل الشيخ بانه نسر الخليج، فنسر الخليج حط عليه على حسب ما هو وصف، يعني على حسب وصف احمد عيد لتركي كان بيصفه بانه نسر الخليج. دلوقتي بقى بالنسبه له خروف. يا اخي البني ادم بيحط نفسه في مواقف بايخه. قبل كده احمد عيد كان بيقول ايه؟ بطلوا فتي بقى، زهقتوا اللي جابنا دكاترة عظام وراموس إسرائيلي ولجنة مالية، الوحيد اللي مصدقه تركي آل الشيخ. يعني هو مش يعني كل كلام النادي الأهلي كان فاتي وكلام فارغ وبتاع،
الوحيد اللي مصدقه هو تركي آل الشيخ نصر الصعيد. طب ليه ما صدقتوش لما قالوا ان كلب ليله من عند الشحات؟ مش انت بتقول الوحيد اللي مصدقه تركي نسر الخليج؟ طب اشمعنى يعني انت مصدقه في اي حاجه بيقولها عن النادي الاهلي لما اي حاجه تخص البليله والشحات تزعل منه وتقول مش مصدقه كده كده؟ لا مش لاعب، ما تخليك بقى يا تصدقه على طول الخط يا تكذبه على طول الخط، ولا انت بتصدق وقت ما انت عايز تصدق على مزاجك وتكذب اللي على مزاجك برضه. عموما يا احمد كل شيء انكشف وبان، ولسه كل شيء هينكشف ويبان برضه. قال لك بيان ده تركي ابن الايه طلع ولا اخطر خطير، هو ده الوحيد اللي يستحق اللقب. احمد عيد ده احمد ايام ازمه النادي الاهلي مع تركي آل الشيخ قال لك ايه احمد عيد برضه، تركي يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه. نسر الخليج، نسر الخليج، هل ليه ما فضلش نسر الخليج بقى يا احمد عيد؟ وليه انت ما فضلتش على موقفك؟ يقول لك ايه احمد عيد برضه، تراهني اضرب الراجل اللي نايم، ده بيتكلم عن تركي آل الشيخ وهجومه على مجلس اداره النادي الاهلي. هو بيقول لك يعني تراهني اضرب الراجل اللي نايم هناك ده لرابع مره على قفاه، دي بوسطات ابو ناصر. يعني ابو ناصر ونسر الخليج، وكانت العمليه رايقه معاك، كنت مبسوط، كنت مقضيها ضحك. احمد عيد ما تيجي نضحك احمد عيد عبد الملك، تعالوا نشوف احمد عيد عبد الملك بعد ما اتكلم عليه تركي آل الشيخ مع مصطفى البنا في اللايف اللي عمله، قال ايه احمد عيد عبد الملك. واحمد عيد عبد الملك معلش يا احمد كده انت، حتى هو الراجل قال لك احمد عيد عبد الملك اقرب للرقاصه، قالها وش يعني. والراجل اللي قاعد معاه قال احمد عيد عبد الملك كان بيلعب في حرس الحدود الزمالك، يعني انت هنا ما انتش قادر حتى في البص اللي انت حكيت ما انتش قادر تذكر اسم الراجل يعني احمد عيد عبد الملك. قال لك ايه، خير اللهم اجعله خير، حلمت بخروفين بيجيبوا سيرتي ولسه صاحي. بص يا ابني انت وهو، انا ما فيش على راسي بطحه، واخد وخد بالك ما قبضتش يعني من الاخر، وفلوسي جايبها من تاريخي. يا ابني انت قلت لك قبل كده انا اكبر منك بس انت بتنسى، ما تعلمتش بقى من بلدك لما تتكلم مع الكبير تقف انتباه ولا اجيبك وانت بتحط العبايه؟ وبعدين اللي تقرب لي اللي وبعدين اللي تقرب لي، اتكلم عن سما المصري، تقرب لي شردحت لك في الشارع ورحت الاسم. طب هو مين يا احمد عيد عبد الملك؟ ما انت كنت في الناحيه الثانيه لما كان بيهاجم النادي الاهلي يقول ابو ناصر، بوسطات ابو ناصر بتضرب نار. لما في الناحيه الثانيه هجوم مشكله تركي آل الشيخ مع النادي الاهلي كنت بتقول نس تركي نسر الخليج، نسر الخليج. النهارده لما تركي آل الشيخ قال لك ان انت عامل زي الراقصه سما المصري، ها قال كده احمد عيد، انت في البوست بقى ده يا احمد عيد مش قادر تقول اسمه ليه؟ ها يا احمد عيد، الشجاعه خدتنا بس الناحيه الثانيه لما كنا بنهاجم النادي الاهلي، انما لما هنا نتهاجم ونتشتم وواحد يوصفنا بالراقصات، ها نسكت نقول خروفين ما نقدرش نجيب اسمه ليه يا احمد؟ فين البطوله يا احمد؟ تراهني اضرب الراجل اللي قاعد هناك ده على قفاه مرتين؟ يا سلام، فين يا عم الذكرانه؟ ما تقول اسمه يا عم احمد، يا عم احمد ما تقول. ده بالنسبه لكلام احمد عيد عبد الملك. بالنسبه لسما المصري بقى، سما المصري دخلت في الحوار كده يعني فردت على تركي آل الشيخ برضه. سما المصري ردت على تركي آل الشيخ قالت له مم 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 مم، كان واحد بيفكر يعني مم مم، تاني مرة تجيب سيرتي ولا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، ومش فاهم أنا تعبك في إيه كل شوية تجيب سيرتي. طب بص يا تركي من غير شيخ ولا اسم. شوف بقى الفرق يا أحمد عيد عبد الملك، شوف الفرق بين سما المصري وبينك يا أحمد عيد عبد الملك، أنت ما قدرتش تذكر اسمه، هي قالت له يا تركي من غير شيخ. شفت الفرق يا أحمد عيد عبد الملك بقى ولا إيه؟ قال لك طب بص يا تركي من غير شيخ ولا سموك ولا سيادتك ومعاليك والكلام اللي الناس بتضحك عليك بيه ده، انا هرد عليك بفيديو بس صدقني هتتبسط قوي، هبهرك، اتقل تتكيف، استعجل تتليف، اهلا بيك في حضن وطنك التاني مصر. ده كان بعض التعليقات سريعا على الاحداث اللي حصلت سواء من تركي آل الشيخ وكلامه بالامس ورد احمد عيد عبد الملك الذي لم يذكر اسم من هاجمه. اذكروه انتوا يا جماعه، خمنوا انتوا بقى. وسام المصري اللي طلعت اوضح من الراجل اللي كان بيتشتم وقالت اسمه من غير معليك ولا من غير شيخ. وكلنا عاوزين نسال فين مرتضى منصور. مرتضى منصور اتاخر يا جماعه، في حاجه مش طبيعيه يا جماعه على فكره. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.